احتفلت الممثلة المصرية هالة صدقي بانفصالها رسمياً عن زوجها سامح سامي بعد أشهر طويلة من الخلافات بينهما. ونشرت صدقي مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تصفق على أصوات الزغاريد أثناء تصفيف شعرها تزامناً مع صدور حكم بطلاقها بقرار من محكمة أسرة قصر النيل. وبدأت الأزمة بين الفنانة هالة صدقي وسامح سامي بعد مطالبة الأخير زوجته بإجراء تحليل DNA البصمة الوراثية لأبنائه بعد أن اشتدت الخلافات الزوجية بينهما ووصلت إلى طريق مسدود. وأكد الزوج أن هالة صدقي استأجرت بويضات للإنجاب مما أدى إلى قيامها بمقاضاته أمام المحكمة بتهمة التشهير بها وبطفليها.